السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات ولد المغرب. حلقتنا اليوم سيدي من مدينة فاس وعام 2007. غادي يكون ساكن تمايا واحد الراجل لاباس عليه، عنده الفيلا ديالو، عنده الشركة ديالو، السيد ما خاصو حتى شي حاجة، مزوج وما عنده لا ولد لا بنت، باقي ما جافش الله الوليدات. هذا الراجل هذا كما قلنا كان رجل غني، وكان ضروري الفلوس والذهب وشي لعيبات اخرين غاليين كيبقاو غير تمايا في الدار، عنده العساس، عنده الخدامه، هادو اللي عنده فقط. وهاد الراجل هذا كان من العويد ديالو انه كيسافر كل ويكند، كل ويكند ضروري كيمشي يقضي واحد اليومين، كيعيا من الخدمه وتمارات الاسبوع، كيدي مراتو وكيمشي ويدوز واحد الوقيت زوين. المهم هما على هاد المنوال شحال من عام، اللي حتى واحد النهار غادي يمشي يسافر مع مراتو كيف القاعده، غادي يمشي ملي غادي يجي نهار الاثنين معاهم كيسافروا السبت والحد، والاثنين في الصباح عاد كيجي كيدخل مراتو الفيلا وكيمشي هو الخدمه ديالو ديريكتومون. المهم مع الاثنين مع الصباح جا كيف القاعده، كيدخل الفيلا كيفتح الباب كيدخل الفيلا، كما قلنا راه ما عندهم لا ولد لا بنت، عندهم غير الخدامه والعساس، والخدامه بطبيعه الحال راه ما كانتش، لانها ما كتجيش الصباح بكري، كتجي حتى الجوه ديك 10 بحال ما هكاك. هي هذيك جا كيدخل كتبان لي الفيلا يعني مقرب لها ديال بصح، شي واحد داخل وشاف راه كيطلع يجري لبيت الناس، في كاين الرزقه ديالو، حاط فلوس وحاط شي ذهب ديال مراته وحاط شي حوايج اخرين، كيطلع هو مراته كيجريو لبيت الناس كيلقاو الماليون فروع والدنيا يعني صافي مسروقه ديال بصح، تخلع ورزقي مشى هكذا. المهم واحد المبالغ ماليه كانت مهمه، مشى كيجري علم البوليس، البوليس جاو لعين المكان، كيجيو كيدخلو كيعاود ليهم لافار كي دايره، انه كل ويكاند كيمشي كيسافر هو مراتو، هاد الويكاند هذا مشى جا لقى الفيلا مسروقه. شحال مشى ليك تاع الفلوس؟ مشات ليا 30 مليون. وشحال هاد الذهب؟ الذهب قدرو تقريبا شي 10 ديال المليون، يعني السيد لاباس ليه مزيان. هنا الشرطة العلمية بدات الخدمة ديالها، خدات البصمات، خدات اي دليل، بدات كتقلب في ارجاء الفيلا كاملة. اول ملاحظة غادي يلاحظوها البوليس هو انه الفيلا ما كاين حتى شي واحد اخر من غير هاد مول الدار مع مراتو، مع العلم انه كيقول البوليس اودي راه كاين العساس وكاين الخدامة. قالوا لي فين هي الخدامة بعدا؟ قال لي ما ودي الخدامه ما كتجيش دابا، حنا كنهضروا دابا راه مع جوي 9 ديال الصباح. قال لهم حتى جوي ديك 10 ونص بحال ما كاك عاد كتجي، خاصه نهار الاثنين، عارفه هما نهار الاثنين عاد كيجيو مع الصباح، كتبغي يعطي واحد الهامش الحريه اللي حتى يجي ويدخلوا طانصار المراه عاد هي كتجي، بينما الايام الاخرى كتجي شويه بكري. مزيان يعني الخدامه ما كتباش هنا في الفيلا، لا ما كتباش هنا في الفيلا، فعلا نيت البوليس خدامين اللي حتى كنلتحق الخدامه. مزيان الخدامه عرفناها، العساس اللي قلت لنا انه كاين فينا هو؟ قال لي ما ودي راه نهار الخميس طلبني، قال لي راه عندي واحد الغرض ايرجون في الدوار ديالهم، قال لي عافاك اللي معطيني واحد 4 ايام اولا 5 ايام نمشي نشوف والديا ونقضي شي مصالح ديالي تمايا. عطيتهم ليه يعني العساس ما كانش؟ لا ما كانش. مزيان حاجه اخرى كيلاحظوها البوليس كما قلنا هو انه الباب ديال الفيلا ما مهرس ما مكسور ما والو، حلو بسير وسمولين الدار. مزيان كيقلبوا البوليس اشنو كيلقاو؟ كيلقاو الفيلا هادي عندها واحد الصور، هاد الصور هذا كيشوف مباشره غير في الخلا، يعني ورا الفيلا اللور الباب ديال الفيلا هادي كيشوف الشارع، بينما الصور ديالها كيشوف يعني ورات الفيلا غير الخلا وما خلا، ما كاين حتى شي حاجه، والصور ما عاليش بزاف، يلا واحد جوج متر او جوج متر وشي حاجه، يعني بامكان ان هذاك اللص او السارق ولا شي حاجه يجيب شي سلوم، يجيب شي خشبه مثلا ويطلع عليها وينقزها يولي في الفيلا، يعني ما عاليش واحد الدرجه كبيره بزاف واخا يجيب السلوم. فعلا نيت كيمشيو كيقلبوا هذاك الصور كيلقاو اثر تاع شي حاجه محطوط عليه، لانه هذيك الساعه كانت الشتاء وداك الشيء الدنيا مغيسه، بين امر شي سلوم وامر تاع شي واحد تسلق من الفوق، يعني التسلق تاع الرجلين ما كاينش من التحت، يعني ماشي شي واحد طالع من التحت، يعني كاين من الفوق، يعني باينه داروا شي سلوم وطلعوا واحد جوج الله اعلم. مزيان ولكن باش دخلوا الفيلا؟ كيجيو كيدخلوا في الفيلا نيت كيلقاو داك الشرجم ديال الكوزينه، كان الكوزينه ديالهم ف
هي واحد الشرجون كيشوف مباشرة في هذيك الجردة، الجردة ديال الفيلا، هذاك الشرجون غير بزاج مهرس، كان هو مسدود ولكن لقاوه مكسور البوليس، مكسور والزاج ديالو طايح في الكوزينة. هادشي هذا كيعني بأنهم هرسوا الزاج ودخلوا، يعني من هنا مين دخلوا. صافي هنا البوليس ملي عرفوا هاد الشفار أو لا الشفار واحد ولا جوج الله أعلم مين دخلوا، الطريقة ولا الكيفية باش دخلوا، وعرفوا القيمة المالية للسرقات، أبدأوا الإجراءات ديالهم المتمثلة في أنهم يرفعوا البصمات، يرفعوا أي دليل أي أثر ألقاو تمايا. المهم الشرطة العلمية رفعت البصمات، غادي يخرجوا من بعد وبداو الخدمة ديالهم في التحقيقات. أول وحدة غادي يحقوا معاها هي ديك الخدامة، سولوها قالوا ليها قلنا لا عافاك انت يا الناس شحال انت خدامة عندهم؟ قال لي ما ودي تقريبا راه واحد 6 سنين 7 سنين بحال ما هكاك باش خدامة عندهم. هاد الناس هادو مش منهم الا الخير، ناس دراوش الله عمرها دار، كنجي مع الصباح ما جوي هذيك 9:30 10 باستثناء نهار الاثنين، نفس الهضره اللي قال مول الدار ومول الدار نهار الاثنين، بحكم انهم كيجيو نهار الاثنين مع الصباح كتجي حتى 10:30 بحال ما قاعد كتجي. صافي وكنمشي مع جوي هذيك 5:30 6، هادشي اللي كاين. مول الدار هي اللي كطيب، انا ما كنطيب ما والو، انا غير كنعاونها في الشقات تخمال جفاف شي سكر على برا، هادشي اللي كاين. وهاد الناس الله عمرها دار. هنا كيسولو مولي الفيلا البوليس، هاد الخدامة واش كتشكو فيها؟ واش من المفترض انها دير هادشي هذا؟ راه مول الدار مع مول هاد الفيلا راه ما شكوش فيها بتاتا. قالوا الخدامة اخر وحدة غتشفرنا، خدامة راه خدامة عندنا مدة تقريبا راه فايتة 6 سنين، ما عمرنا شفنا منها شي حاجة اللي هي خايبة. هنا مول الفيلا قال حاجة وحدة، قال ربما عندها واحد خوة انا نقدر نشك فيه، ولكن خوة انا راني مبري فيها انه ما يدخلش عندي الفيلا. خوة علاش خوة بالضبط؟ قال لي مودي عندها واحد خوة راه شوية لاروب ومنحرف وداخل خارج الحبس شحال من مرة عليه، والسرقة والاعتداء وكذا كذا، انا كنشك والله اعلم. ربما البنت انا ما كنشكش فيها، ربما تكون قالت لي ودي راه الناس عندهم فلوس ولا شي حاجة، هو غرو الشيطان وجا دخل الفيلا حيت عارفنا كل ويكاند كنسافروا. انا غير كنشك، هو ما اكدش مول الفيلا غير عطاهم واحد لانديس باش يبحثوا البوليس. المهم هذه هي فرضيه غيتبعوها البوليس، مشاو جابوا هذا الاخ ديال الخدامه غادي يحقوا معاه، وفي انتظار ذلك بما جابوه البوليس غادي يسولوا مال الدار، واش الخدامه ديالكم كتعرف شي واحد عندها علاقة مع شي واحد هنايا في الداب، عندها علاقة مع شي واحد كتعرفوه نتوما، يا خاطبة شي واحد مزوجة كذا؟ لا سيدي لا، هادشي هذا حنا خاطينا وما عارفينوش، ما مخطوبة ما مزوجة ما والو السيدة، ولكن دايرة علاقة مع شي واحد الله أعلم. هنايا الخدامة مشاو سولو البوليس، واش انتي كتعرفي شي واحد؟ واش هنايا من الناس هنايا شي عساس شي جارديني شي واحد تعرفتي عليه شي واحد طلق لك في الزنقة ودير معاك على الزواج، يعني عندك علاقة مع شي واحد؟ قالت لهم بصراحة أنا ما خاطرني حتى شي واحد لحد الساعة، ولكن كنعرف واحد السيد. شكون هو السيد هذا؟ واحد السيد هو هنا مول الحانوت عندهم تمايا في ديك الحي ديال الفيلات، واحد السيد عنده واحد الحانوت تمايا كاري وكيترزق الله، وكيقول ليها على حساب الهضرة ديال الخدامة أنه باغيها في حلال وباغي يتزوج بها، خاصو غير يجمع راسو شي اشهر قليله وغادي يتقدم ليها على سنه الله ورسوله. مشاو على هاد مول الحانوت هذا، كان بعيد شويه شان ما على الفيلا هادي، سولو واش الخدامه انت كتربطك بها شي علاقه؟ قال لهم اه سيدي الخدامه هادي انا ناوي مع المعقول باغي نزوج بها وكذا وكذا، علاش شيك ما كاين باس. قالوا لي البوليس على مخبارش بان الفيلا ديال فلان تسرقات. قال لي ما سمعتها، ولكن انا شنو علاقتي بهذا الشيء هذا؟ حقيقة البوليس ملي شافوا فيه عرفوه بأنه إنسان معقول وسيد خدام على راسو وعنده محل كبير يشري وباينة إنسان درويش، ولكن خاصهم يحقوا معاه. المهم حقوا معاه، طلعوه هبطوه، عرفوه بأنه خارج إطار الشبهات، ما عنده حتى شي علاقة السيد خدام على راسو، شاف البنت عجباتو بغى يتزوج بها، هادشي اللي كاين. صافي هذيك البوليس غادي يسولو في جهة أخرى، بطبيعة الحال البوليس راه سولو على داك النهار ديال وقوع الجريمة، فين كنتي فين مشيتي فين جيتي، وعرفوا بأنه ما غادرش المحل ديالو يعني كان كبير شري. كما قلنا سولو في جهة أخرى، سولو أرجاء تاع داك الحي كامل عساسة أي واحد كيخدم تمايا، واش شافوا شي حاجة هذاك النهار تاع وقوع الجريمة؟ شافوا شي واحد غريب؟
شافوا شي حاجه ماشي هذه، كيعرفوا شي حاجه على الخدامه انك تواعد مع شي واحد اخر من غير هدمو الحانوت، والو ما جابوا حتى شي اخبار البوليس، وتا واحد ما عطاش شي معلومه مفيده، لانه دابا الفيلا راه اتشفرات من اللور، يعني راه عند هذاك السور كيشوف في الخلا، وهذيك البلاصه تا واحد ما حداها غير الخلا وما خلا كما قلنا، يعني ما جاوش شفاره من الشارع باش يشوف شي واحد. هادشي اللي صاحب الماموريه على البوليس صافي. هنايا كانوا خرجوا هذوك البصمات، ولكن البصمات للاسف الشديد ما طلعوش، علاش؟ لانهم لقاو غير البصمات ديال مول الفيلا وديال مراتو وديال الخدامه، خاصه في بيت النعاس لقاو غير ديال مول الدار وديال مراتو. يعني هذا عنده معنى واحد، وهو انه هذاك السارق او السارقين كانوا كيستعملوا قفازات، عندهم ليجات كيستعملوهم مزيان. هنايا مشاو جابوا هذاك الاخ ديال الخدامه على حسب ما قال مولدار انه كان كيشك فيه. هنايا جابوا هذاك الاخ خوها، فعلا نيت كانت عنده صوابع قضائيه وكانت عنده على ود السرقه، ولكن ما عمره كان شد على شي دار انه شفرها ولا شي حاجه، غير سرقات في الزنقه، يخطف لها هذه يخطف لها هذاك، هذا غير بحال ما هكا. وكان مدمن خمور، مدمن مخدرات، يعني السيد من حارف. جابوه قالوا لي نتايا كتجي عند خصك هنايا الخدمه ديالها، قال لهم جيت عندها مره او لا جوج، من وراها مول الفيلا ما بقاش حاملني يعني نجي. المهم عرفني بانني عندي سوابق وكذا، خاف مني ما عرفش علاش الشاف صافي. وانا ما بغيتش نقطع الاختيار، رزقها مابقاش كنجي عندها، هادشي اللي كاين. قالوا لي قولي لنا دابا فين دوزتي السبت والحد، يعني الويكاند فين قضيتيهم، عاود لينا بالتفصيل الممل البرنامج اليومي ديالك هذوك اليومين. قال لي مودي فين نقضي، انا راني خدام. في خدام انا واحد السيد صاحبي، لانه هاد الاخ ديال الخدامه الحرفه ديالو الاصليه قباس، كيدير شي ديال القبس. قال لي مودي كنت خدام عند واحد السيد في الفيلا ديالو في البلاصه فلان فلانيه، مشاو مع البوليس جابوا هذاك السيد اللي كان خدام معاه، اكد لي من نفس الهضره بانه كان خدام معاه نهار السبت والحد والجمعه قبل، يعني خدموا واحد الفتره غير قصيره. هو داك مول الخدمه كان خدام، ولكن غير هاد الاخ ديال الخدامه هو اللي خدم معاه 3 ايام الاخرانيه. مزيان مشاو على مول الفيلا، اكد لي من نفس الهضره بان هاد السيد هذا راه دوز معاه الجمعه والسبت والحد، خدم معاه هنايا في الفيلا، وبالامر انه دور معاه ديك 3 ايام وتهلا فيه وعاق عليه مزيان انه ما مشيتش لشي بلاصه، يعني النهار راس كاملين كان خدامهم تمايا. الاخ ديال الخدامه طلع بالي ما عنده حتى شي علاقه بهاد الجريمه ديال السرقه. اي واش كون سرق الفيلا تاع السيد هذا؟ بقى واحد باقي ما سولوش البوليس، هو العساس، العساس على الفيلا كما قال مول الفيلا انه مشى نهار الخميس خدا واحد الرخصه مع مول الفيلا، قال له ودي نمشي نشوف والديا ونقضي شي مصالح تمايا، وباقي ما جاش. امتى غادي يجي؟ غادي يجي اللي حتى لتالي النهار ديال نهار الثلاث، يعني الاثنين جا مول الفيلا وكتشاف السرقه، العساس ما جا حتى نهار الثلاث في العشيه. جا كيلقى الدنيا مقلوبه ومول الفيلا طالع لي الدم، وقال لي فين مشيتي وخليتيني، ملي مشيتي شفرات لي الفيلا اش هاد الخدمه هادي؟ قال لي غير سمح لي وصافي انا ضروري خاصني نمشي. جابوه البوليس هضروا معاه، قالوا لي شحال من عام وانت خدام على هاد السيد هذا؟ قال لي مودي هادي راه واحد 10 سنين وانا خدام عنده. قالوا لي البوليس علاش مشيتي بالضبط هاد الفتره هادي؟ ها انت مشيتي والفيلا تشفرات، عطينا شي حاجه منطقيه. قال لي ما كاين لا منطقيه لا والو، انا راه عادي مره كنمشي، كنتوحش والديا، نتوحش عائلتي، السيد باقي مزوج ما والو، كنمشي نشوف باغي نقلب على شي بنت نتزوج بها، هادشي اللي كاين. ما بقات رجعت غير صدفه، والله شفت جات غير صدفه. مزيان مشاو سولو في الفيراج ديالو، كيسولو والديه وعائلته وكذا، كيلقاو فعلا نيت، يعني العساس جا نهار الخميس وما سافر من الدوار اللي حتى نهار الثلاث، يعني هاد الايامات كامله كان غير في الدوار تمايا، ما مشى حتى شي بلاصه. سولو الوالدين، سولو مولاي الحوان تمايا، سولو الناس اللي كيعرفو، سولو صحابو تمايا، تاكدوا بان هذاك العساس ما غادرش الدوار يعني نهار السبت مع الحد، يعني نهار وقوع الجريمة. علاش كنقولوا السبت والحد؟ لأن البوليس ما حدوش إلى نهار بالضبط شفرات الفيلا، واش السبت أو الحد، لأن السبت من الحد كانت خاوية الفيلا ما فيها حتى شي واحد، لا خدامة لا مولين الدار لا عساس. إيوا هنايا العساس كما كتشوفوا معانا حتى هو يطلع بريء، ما عنده حتى شي علاقة بهاد الجريمة على حساب التحقيقات اللي داروا البوليس. شكون اللي شفر الفيلا تاع هاد الراجل هذا؟ الله أعلم. المهم
كدوز واحد 15 يوم حتى 20 يوم على هاد السارق اللي تعرض له هاد مول الفيلا مع مراته. البوليس ما وصلوا فين وما لقاو حتى شي حاجه او ما لقاو حتى شي خيط غادي يوصلهم للسارق او للسارقين المحتملين. ولكن اشنو غادي يوقع؟ خليونا هنايا نمشيو لواحد البلاصه او بالضبط واحد الحي شعبي. هنايا الحي الشعبي هذا كان كاري واحد السيد، كان كاري واحد البيت في واحد السطح عند واحد مول الدار. غير دابا هذا دارو يعني عنده الفوق بعد التحت، وعنده الفوق في السطح عنده واحد البيت كيكريه ديما الزوافرية، يعني شي واحد غير بوحدو ساكن غير راسو. هاد مول الدار كان كاري لواحد الشاب في الثلاثينات من العمر ديالو. هاد الشاب هذا مول الدار غادي يكتشف انه شحال من نهار مبقاش بان ليه، لا طلع لا هبط، ما دار حتى شي حاجة. وفي نفس الوقت كيشم واحد الريحة خيبة، يعني واحد الريحة يعني من بعثة من هذاك البيت او من السطح بصفة عامة. طبيعي الحال هو كاري لهذاك السيد ما يقدرش يفتحها ولا شي حاجة، صافي السيد راه كاري ليه كيخلصو في الشهر وصافي. المهم السيد هذا بغا يتأكد، اطلع البيت كتخرج واحد الريحة خيبة بزاف لا تحتمل. وفي نفس الوقت السيد ما بانش، ما مشى ما جا ما والو، واش مشى فحالو مرة خاصو يعلمني يقول عليا. انا يا الراجل تشوش اشنو يدير ما يدير، والريحة كتزاد تقوى ساعة على ساعة. هي هذيك الراجل هذا من بعد ما تشوش بزاف اضطر انه يعني دق عيط ما خلى ما دار، شاف تحيا وفتح الباب. فتحو يعني عنده الدوب تاع الساروت، ما فتحو يكتشف شيء رهيب. السيد اللي كاري لي هذاك البيت مقتول، جثة هامدة والجثة ديالو بدات كتحلل وهي اللي بدات كتعطي الريحة. تخلع داك يغوت مشى كيجري، جاب البوليس طالعو معاه لعين المكان، كيكتاشفو فعلا نيت وجود الجثة هادي، كيعلمو النيابة العامة، كيستدعيو فرقة الشرطة القضائية ومسرح الجريمة، كيجيو لعين المكان كيبداو يقلبو يسولو. قال لهم مول الدار، قال لهم اشنو واقع، هادي شحال من نهار وانا ما شفتش هاد السيد هذا اللي كاري لي للاسم ديالو هشام، شحال هادي مبقيتش شفتو، والريحة يعني خارجة بزاف من السطح. جيت كنقلب كنلقى الريحة المصدر ديالها هاد البيت، تشوشت بزاف ما فكرتش، حليت الباب لقيت هاد الكارثة قدامي مزيان. هنايا البوليس غادي يهزو الجثة ديال هاد السيد هذا، يعني هاد الشاب اللي سميتو هشام، وداو المسودة لبلدية الأموات وبقاو كيقلبو تما في مسرح الجريمة اللي هو البيت ديالو فعلا نيت، كيقلبو على أي دليل أي آثار أي بصمة أي حاجة كاينة تمايا. هنا البوليس غادي يبقاو يسولوا العائله اللي كاريه لهاد السيد هذا. كما قلنا واحد الراجل عنده دار وكاري السطح هذا، يعني كاري واحد البيت فيه، كاري لهاد الشاب هذا باش يعاون على الزمان. المهم سولوه شحال من شهر او شحال من عام وكاري عندك الولد هذا، قال لي هذا تقريبا واحد العام وكاري عندي. انسان ترونكيل الاسم ديالو هشام في الثلاثينات من العمر ديالو، والله عمر دار ما عمرني شفت منو شي حاجه خيبه، كنقول له الهضره ما كنعاوداش، ما عمرو دار ليا البلبالة او الضاجيج او شي حاجة. السيد ترونكيل كيشرب كيستقبل في البيت شي وحدين كذا، لا ابدا سيدي ما كيشرب ما كيدير حتى شي حاجة، الا كان كيشرب وكيتناول شي مخدرات على برا الله اعلم. المهم انا في محلي ما كيدير والو. السيد لا عمره دار، وشكون كيجي عندو؟ شكون من صحابو؟ واش نقول لكم؟ هو في الصراحة ما عندوش علاقات بزاف، وانما كيجي عندو واحد شخص واحد. سولت عليه واحد النهار قال لي ودي هذا راه واحد السيد صاحبي سميتو عبد المولى، وهذا عبد المولى هذا اللي شفتيه تعرفو؟ نعرفو سيدي نعرفو، كيجي عندو بزاف، كيجي عندو كريح معاه، المهم كيجمع معاه وشحال من ساعه كيبقى معاه عاد كيمشي في حالاته. الطبيب الشرعي كان خرج في التقرير ديالو انه هاد هشام هذا المتوفى كان توفى هذه تقريبا واحد 3 ايام، 3 ايام بقى مكاملاش، المهم 3 ايام، وكان تلقى واحد الضربه بآلة حاده يعني جنويه ولا شي حاجه للعنق ديالو، جوج ضربات العنق ديالو كانوا سبب تسبلي في واحد النزيف داخلي حاد على الاثر ديالو. توفى الشاب هذا. دابا كيسول البوليس هذاك مول الدار، قالوا لي واش هذه 3 ايام اولا اخر واحد جا عندو شكون هو؟ واش هذاك عبد المولى شي واحد كان غير بوحدو؟ اشنو وقع ليه؟ قال لي مودي اخر واحد جا عندو راه هو هذاك عبد المولى، كما قلت لكم راه ما كاين حتى شي واحد كيجي عندو من غير هاد عبد المولى هذا. سولوا البوليس واش نتوما ما سمعتوا لا من دابزه، ما سمعتوا من ضاربه، ما سمعتوا شي عراك، ما سمعتوا حتى شي حاجه؟ لا ابدا الشاف ما سمعنا
حتى شي حاجه. حنا كنا يعني باركين لتحت، هما ساكنين في برومير والسطح كان في تقريبا دوزيان. لا ما سمعنا والو اسيدي، لا ما سمعنا والو. شكون اللي عايش معاك انت في الدار؟ قال لهم انا ومراتي واحد بنتي باقا غير صغيره، يعني يلا عندها شي 10 سنين او 12 عام. البنت بطبيعة الحال ما غدي ما تجيب، باقا صغيره. هو والمراه لكن في الدار ما سمعوا والو. عجيبة هاد القضية، ما يمكنش. واش السيد المجرم هذا اللي قتل هاد هشام، واش قفلو غدرو وقتلو؟ واش ما دابز معاه ما والو، غير دخل عليه صفاها عليه وناعس مثلا؟ الله اعلم. المهم شي حاجة ماشي هاديك. هنا البوليس كيبداو يتحققوا في الامر من خلال الرفع ديالهم لهذوك البصمات اللي كانوا في ارجاء هذاك البيت. البصمات اشنو غتعطي؟ غتعطي كانوا جوج بصمات، وحدين ديال هشام وحدين ديال واحد الشخص اخر. هاد الشخص هذا من خلال عرض البصمات اللي لقاو على الناظم الالي كيتضح بانه الاسم ديالو عبد المولى، هو نفسه عبد المولى تقريبا اللي قال هذاك السيد. خداو الصوره ديالو وراوه لهذاك مول الدار، قالوا لي واش هو هاد السيد هذا اللي كان كيجي عندو؟ شافوه وعرفوه. قال لهم يا سيدي هو هذا، هذا هو عبد المولى. مزيان، دابا عرفوه. عبد المولى شكون هو؟ هاد المولى هو هذاك العساس تاع مول فيلا لي شفرات اللي قلنا تعرض للسرقه، و حتى واحد معرف شكون اللي سرق. مشاو كيجريو بطبيعة الحال، هما راه في لاكار ناسيونال كاين الدوار، ولكن هما ربطوا الاحداث الشرطه القضائيه ويلا شادين الملف تاع السرقه تاع الفيلا وما وصلوا فيها فين، يلا حقوا معاه وكيعرفوه. مشاو ليه الفيلا فين خدام، كيمشيو كيتفاجئوا بواحد الحاجه اخرى، وهي ان هذا المول هذا قدم استقالته عن مول الفيلا مابقاش خدام. ملي سولوه البوليس يعني مول الفيلا قالوا لي امتى يعني استغنى العمل، قال لي ما ودي تقريبا عندي واحد 5 ايام بحال ما هكاك، 6 ايام بحال ما هكاك. جا عندي وقال لي ودي راه ما بقيتش نخدم معاك، غادي نمشي للدوار، غادي ندير شي مشاريع ديالي وكذا، راني جامع الفلوس اللي شحال من عام وانا خدام معاك، جمعت شي بركه ودورت معاه في صراحة أنا ومشى. صافي لحيت لي أنا يبقى، ولكن قال لي صافي غنمشي عييت، صافي مبقيتش بغيت نخدم في الديور وكذا، صافي غنمشي ونتزوج ونسكن تماه. قلت لي سير لي زخر، دورت معاه ومشى. هاد المدة اللي قال مول الفيلا هي نفس المدة ما بين ارتكاب جريمة ديال القتل وما بين التحقيقات اللي دارو البوليس، يعني قالوا ما بعيدش يكون هو مول الفيلا لاد بالفرار. وحاجة أخرى، غتكون الجريمة عندها علاقة وطيدة بالجريمة ديال السرقة. إذا وصلنا لهذا عند المولى هذا غادي نفكوا اللغز ديال جريمة القتل وديال السرقة في نفس الوقت. كيمشيو ليه للدوار ديالو، كيمشيو كيوقفوا على مولين الدار ديالو يعني والدي والعائلة ديالو، كيتفاجئوا البوليس بأنهم أصلا هاد عبد المولى هذا ما جاش عندهم. هاد المدة هادي كامل ما جاش عندهم، وإنما آخر مرة جا عندهم هي المرة الأولى فاش سرقات الفيلا، هذيك مع 3 ايام ولا 4 ايام يدوز عليهم فقط. من تما ما بقاوش شافوه وسقط الاتصال ديالو معاهم. هنا صافي عرفوا البوليس بان هذا هو مول الفعل الحقيقي، هرب دار فعلتو او سرق الفيلا بالمساعدة ديال شي واحد اخر وولاد بالفرار. عرف البوليس انه غادي يوصلوا ليه لهذا هرب، ولكن فين مشى عبد المولى؟ داروا حقه واحد المذكر ديال البحث الوطنيه، يعني حطوه روشيرشي وبداو كيقلبوا على البوليس. صافي هذيك البوليس ملي تقريبا ما وصلوش لهاد عبد المولى هذا، ما عرفوش فين مشى، واخا داروا مذكرة بحث داروا واحد الخطة، وهي انهم اتفقوا مع شي ناس متعاونين ديالهم في الدوار، منهم المقدم ومنهم شي ناس اخرين، بانه ان فوا يبان عبد المولى هنايا في الدوار يعلموهم، ضروري يعلموهم. تقريبا دازت شي 7 شهور 3 شهور عبد المولى ما بانش، اللي حتى واحد النهار غادي توصل البوليس بواحد المعلومه من الدوار من طرف واحد السيد المتعاون مع البوليس، يقول لي ودي راه عبد المولى راه كاين دابا حاليا في الدوار، جا باش يخطب واحد البنت من هنايا. مزيان، البوليس طارق بالمساعده ديال الدارك اللي كاينين تمايا، امشاو كيلقاو السي عبد المولى في الدار مريح مع والديه، كيشدوه كيلقاو عليه القبض، قالوا لي على سلامتك. صافي تفاجئ ما فهم حتى شي حاجه، وجابوه الكوميسارية غادي يعمقوا معاه البحث ديال بصح. هنا يواجهوه بانه هو اللي قتل صاحبه هشام في الدار ديال داك السيد، يعني داك البيت اللي كاري هشام. واجهوه بانه عنده علاقة وطيدة بالسرقة والبصمات اللي لقاوهم في البيت، يعني عند الجثة ديال هشام
وبانه هو الصديق ديالو الوحيد، وبانه هو بوحدو اللي كيطلع عنده البيت بالشهاده ديال مول الدار. جابو مول الدار، تعرف عليه، قال لي مودي هذا هو عاد مولا اللي كيجي عندو ديما، كنشوفو ديما كيجي عندو. صافي هنايا عاد مولا ولا غير كيدور في عينيه وما فهم حتى شي حاجه، وقرر انه يعترف. اشنو قال لهم في الاعترافات ديالو؟ قال لي مودي انا خدام شحال من عام عند السيد هذا مول الفيلا اللي شفرات لي الفيلا ديالو، شحال من عام، مده طويله بزاف، انا باقي بلاصتي، هو غير كيتزاد كيدير الفلوس، كنشوف فلوس بزاف كيحطها تما في الفيلا، لانه كما قلنا راه شحال من عام وخدام عنده، عارف تفاصيل الحياه ديالو، عارف امتى كيمشي امتى كيجي، وعارف المبالغ اللي كيدخل، وكيهضر مع الخدامه، الخدامه حتى هي في اطار الجماعه والحضره اللي يعني حسن نيه الصراحه، ماشي حضره بدافع انه تكون جريمه، كتقول لي ودي راه كيحطوا فلوس كثيره في بيت نعاس وكذا، وانا ديما كنلقاها والذهب وكذا، وراه لاباس عليهم. السيد كيتشارجا يوميا، قال انا باقي بلاصتي هو هو، والناس كتزاد، انا ما غنتزوج، ما ندير دار، ما ندير فما ندير والو، وهاد الصالير الهزيل ما غيدير ليا والو. هو في هذا الاطار هذا وفي هذه الفتره هذه كان مصاحب مع هاد هشام، هاد هشام ما عندوش سوابق قضائيه في شي حاجه، ولكن كانت عنده نيه اجراميه ديال اي حاجه، يقدر يدير اي حاجه، هو كان عارفه مزيان داك الاساس. لهذا عيط لي واحد النهار وقال لي غتخدم معايا واحد الخدمه. قال لي اما هي؟ قال لي شوف هاد الفيلا هادي موليها راه ناس لاباس عليهم، وكيحطوا الفلوس والذهب ديالهم غير في بيت الناس، ما عندهم لا كوفر فور لا شي حاجه، الناس مامنين القضيه، وما عندهم حتى واحد الفيلا، والفيلا ما فيهاش كاميرا، كاين غير انا وكاين الخدامه. قال لي وكيفاش غادي؟ راه انت كاين. قال لي والخدامه كاينه في الدار وهما فين يمشيو؟ قال لي انا نقول لك خطه، راه هما كل ويكاند ضروري كيسافروا، ضروري عندهم واحد الدار في جنب المدينه كيمشيو ليها، ضروري كيمشيو ليها. اها قال لي وانت شنو نديرو ليك؟ قال لي انت دابا كاين في الفيلا، غير يشكو فيك. قال لي انا عندي الخطه لهادشي هذا كامل، انا قبل من السبت والحد يعني نهار الخميس او الجمعه ولا شي حاجه غادي نطلب الاذن وغادي نسافر للدوار باش هكذا حتى واحد ما يشك فيا. والخدامه قال لي كنديرو ليها؟ قال لي الخدامه انا عارف السيستم ديال الخدامه، السبت والحد ما كتكونش لان موالين الفيلا ما كيكونوش، ونهار الاثنين كتجي تا العشرة أو لا شي حاجة، يعني تا يكون مطمئن من ناحيتها. قال لي صافي وعلي. قال لي فاش ندخل خاصني الساروت؟ قال لي ما كاين لا ساروت لا والو صاحبي، أنا عاطيك الخطة كاملة مكمولة، غير عاوني غير بالجرأة ديالك. قال لي شنو ندير؟ قال لي السور من الفيلا لهي، يعني السور كيشوف غير في الخلا، غير تجيب واحد السلوم غير على قد الحال قاضي الغرض، غتحطو غطلع تنقز، غتهرس الشرجم ديال الكوزينة لا غير بالزاج، وغتدخل تشفر مع راسك، غطلع ديرك سومو لبيت الناس، بيت الناس راه تلقى فيه كلشي. قال لي مزيان. قال لي فهاد الشيء هذا كامل خاصك تكون داير ليكات باش البصمات ديالك ما يبقاوش. قال لي مزيان، هذه خطه مزيانه. قال لي صافي غدي الفلوس وغتمشي للبيت تدوز شي ايامات وغنجي عندك ونقسموا اللعيبه ديالنا. قال لي وعلي هاد الشيء ده خونا هذاك هشام اللي لقاوه مقتول في البيت ديالو، دار الخطه كيما قال لي هذاك العساس. صافي سافر داك العساس لدارهم، يعني مشى باش يموه البوليس وموه مول الفيلا وكل شيء، خلى سال السبت والحد داك هشام عارف الخدامه ما كايناش، عارف بان داك مول الدار مع مراته ما كاينينش، دخل هجم على الفيلا من اللور، جاب واحد السلم غير صغير ديال الالومنيوم، طلع دخل من الشرجم ديال الكوزينه، دخل شفر لاد بالفرار نفس الطريقه باش دخل بها رجع بها. هادشي اللي كاين صافي. ايوا هنايا شنو وقع من بعد؟ قالوا لي البوليس، قال لي مودي ملي جيت انا للفيلا ودرت براسي انا مصدوم تاني بحالي بحال الناس، مشيت عند هشام لقيته في البيت، لقيت هذيك البركه تاع الفلوس ولقيت الذهب، لقيت كل شيء. قلت ليه ارى لي نصيبي، انا غادي نمشي للدوار ونحطه. قال لي بلاتي يا صاحبي دابا البوليس باقي كيقلبوا التحقيقات، ما تاخذ والو دابا، خلي واحد المده واحد 10 ايام 15 يوم ونقسمو. قال لي صافي تيقتو. انا رجعت ومره مره كنمشي عندو كنريح معاه ساعه ساعتين، ولكن هو حسيت بي انه باغي يقاولبني، الفلوس مبقاش كيجبدها ومبقاش كيبين لي تمايا لا ذهب لا حتى شي حاجه، خاصه اني وليت كنشوفو كيلبس مزيان وكيخسر وكذا، وشرا واحد الموتور، والسيد كيخسر من الفلوس، وانا ملي كنقول ليه وليا بلاتي بلاتي يا صاحبي راه انت دابا راك عساس وكذا. المهم هذاك النهار جيت يعني معوع عليها، يا اما غندي فلوس او لا ندير معاه شي حاجه مشيت ليه. جايب معاه واحد المويس تحت منه،
المهم جا قال لي هشام غتقسم معايا دابا، غتقسم معايا نصيبي، غتعطيني حقي في الذهب وحقي في الفلوس. قال لي لا صاحبي، والتزربان انت مالك صاحبي؟ باقي الله داس واحد الاسبوعين وش حاجه على السرقه، وليت باقي خدام، رات دابا عساس وغتير الشكوك عليك. المهم تناقشنا واحد المناقشه غير خفيفه، عرفت السيد راه ما ناويش يعطيني، غنجبد الموس وبدون مقدمات غنعطيه العنق طف طف، طيحته تمايا. هادشي علاش هما هادوك الناس اللي تحت منه يعني مولين الدار، ما سمعوا لا بالبالة لا مدابزة لا حتى شي حاجة. السيد اصلا ما تضاعفش معاه، السيد غفلو وغبرو وضربو بهداك الموس. ملي ضربو مشى من بعد ما حيد الموس بطبيعة الحال، ضربو تحت منه، مشى كيقلب كيقلب تمايا فين حاط الفلوس مع الدب، هز كلشي وهبط. تا واحد ما شافو دوك داخلين لدارهم، صافي خرج زاد حالاتو. فين مشى؟ جا البيت ديالو ديال العسا عند مول الفيلا، حط داك الشهير تمايا في الاول، ومشى عند مول الفيلا قال لي ودي راه المهم انا راه في صراحه بغيت ندير شي مشاريع ديالي في الدوار، وخاصني نتزوج وكذا، غير سمح لي شحال من عام وانا خدام عندك، الله يجزيك بخير. هيا ما يطلع فيه مول الدار في الاخير دور معاه ومشى بحالاتو. هو العساس ما مشاش للدوار، وانما مشى سافر لواحد المدينه غير صغيره، مشى سافر كرا واحد البريطمان في واحد المدينه صغيره. تمايا مشى بدا كيصرف في هداك الذهب، كل مرة كيصرف في طريف عند شي مول ذهب اللي كيشري مسروقات ولا شي حاجة، كيدور هنا الفلوس بدا كيخسر منها، ولكن ما خسرش منها بزاف. صافي هنايا البوليس انتقلوا معاه على وجه السرعة لهاديك لابارطمون اللي كان كاريها، كيدخلوا كيلقاو واحد كمية كبيرة تاع الذهب، يعني يلاه بدا كيصرف منه، ما صرفش بزاف لأن كمية كبيرة لدا شي مول ذهب غادي يشك وغادي يعيط ليه البوليس. كيدير غير شوية وشوف تشوف تباع، بينما الفلوس باقي الله بداها باقي ما خسرش منها بزاف. حزوا هادشي هذا كامل وجابوه وراوه لمول الدار مول الفيلا، تعرف على الذهب ديالو وقال لهم راه الفلوس راه كانت 30 مليون تقريبا، يلا تخسرات منها شي 4 ولا 5 بحال ما هكا، يعني خسر غير على راسو الشرابات والدورات هنا وهنا وهنا وهنا. صافي صافي، من وراء الاعترافات ديالو تقدم العدالة وتحكم عليه ب 30 عام ديال السجن. ايوا هذه هي النهايه ديال الحلقه ديالي ديال اليوم، كنتمنى انها تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، والله يرحم لكم الوالدين على حسن الاصغاء والمتابعه، ودمتم اوفياء القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.